للشمس معنى آخر عندهم عندما تشرق كل يوم. إنها تجسيد للآلهة أوزوريس. فجر كل صباح تمدهم بالحياة إلى أن يبعثوا في العالم الآخر. لذلك كل أبواب القبور تقابل نورها. مروي امتد نفوذها من جنوب الخرطوم إلى منطقة أسوان جنوب مصر، وفيها هزموا الرومان وفرضوا الهدنة. وصفها هيرودوت بأنها عاصمة الأحباش. في القرن الثالث الميلادي غزتها مملكة أكسوم وقبائل النوبة فدمرتها وأبقت على حكامها تابعين لهم. مملكة مروي تتميزت بنظام حكم لا مركزي حكمت فيه الملوك والملكات اللي يعرفنا بالكنداكات. في عصر الملك انتكا أماني وزوجته أماني توري منتصف القرن الأول الميلادي بلغت مروي مجدها عمارة وصناعة. هنالك خطة لمدة 5 أعوام لإعادة تأهيل الأهرام 100 هرم في شمال السودان في منطقتي البجراوية ونهر النيل. يعتقد أن ما تخفيه الرمال من كنوز في مروي أكثر مما هو شاخص فوقها من أهرامات ومساكن، لعل الرمال تحميه من عاديات الطبيعة والإنسان. قد تكون هذه الحضارة وهذه الآثار هي الآثار الوحيدة في العالم، إن لم نقل من ضمن قلة من الآثار التي زارها اللصوص أكثر مما زارها المستكشفون. عبد القادر عياض، الجزيرة، منطقة مروي، شمال السودان.